بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس سابع من دروس تعلم دينك في 5 دقائق، وهذا الدرس موصول بما سبق حول فريضة الزكاة. والدافع الزكاة لمستحقيها إنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمر الله الواجب في دفع الزكاة، وهذه الفريضة يجب أن يدفعها المسلم في وقتها ولمن يستحقها، ولا يمن بإعطاء هذه الزكاة، أي يمن على من يعطيها له، فإن المن لله سبحانه وتعالى، إنما أنت تخرج حق الله سبحانه وتعالى وتعطيه لمستحقيه بأمر من الله تبارك وتعالى. ولذلك العلماء قالوا يستحب أن ينيب المزكي أي المعطي الزكاة المخرج الزكاة أن ينيب عنه من يعطيها حفاظا على ماء وجه المسلم في أخذ الزكاة، لأن هذه الزكاة تعطى للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، فالمسلم أنه يتعفف حتى ولو أعطيت له وكان غنيا فيجب أن يعطيها وأن ينفقها لمن يستحقها، ولا يأخذها إذا كان غنيا، فلا يأخذ هذه الزكاة إلا الفقراء والمساكين والأصناف الذين ذكرهم الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هناك بعض الحالات يلحظها ويتتكرر لدى الإنسان في كل سنة وتعترض سبيل المزكي، فمثلا الدين، فالإنسان يكون عليه الدين ويكون له الدين على الآخرين، فإن كان عليه فيخرج الدين أولا ثم ما بقي يزكيه من النصاب، وإن كان له دين على الناس فلا، إما أن يزكيه وإلا لا يزكيه حتى يقبضه، إما أن يزكيه، فإذا زكاه فبعد قبضه لا يزكيه ولو لسنين طويلة، ولو بقي هذا المال وهذا الدين على الناس لسنين طويلة، وإذا لم يزكيه فحين يقبضه يزكيه ولو بقي هذا الدين أعواما كثيرة فيزكيه لسنتين واحدة. ثم إذا كان يعلم أن الذي له دين، أي هو له دين على الآخرين وكانوا فقراء ويعلم أنهم سيردون له المال وسيردون له الدين، فيعطيهم أو يحسب هذا المال